السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب. معنا النهاردة مع المحاضرة الخامسة من سلسلة كورس CCNA Routing and Switching بعنوان Network Models The OSI Guidance Part 2. طيب تعالوا نشوف هناخد النهاردة. الأول هناخد Introduction للنتورك Addressing، أساليب العنوانة على مستوى الأجهزة في النتورك. اتكلمنا عنها بصيغة مبسطة ومختصرة وموجزة في المحاضرة اللي فاتت. النهاردة هنتكلم عنها بالتفصيل شوية. هنتكلم عن النتورك لاير اوفر فيو، هنتكلم عن داتا لينك لاير اوفر فيو. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الابلكيشن والبرزنتيشن والسيشن والترانسبورت، واستعرضنا الفانكشنز الخاصة بكل لاير. اما ان شاء الله باذن الله تعالى هناخد بقى الايه والنتورك لاير الوظائف بتاعته، وكذلك الداتا لينك لاير والفيزيكال لاير، كده كده اتكلمنا عنه في المحاضره الثالثه الخاصه بالكيبل الكيبلز. هنتكلم عن الاو اس اي موديل داتا انكابسوليشن وكمبليت سيناريو اوف داتا نتورك نتوركينج. هناخد بقى ايه سيناريو يفهمنا القصه كلها. يعني احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن وظائف الاوساي موديل، بقى وظائف كل طبقه والكلام ده كله. احنا بقى في المثال ده، في السيناريو ده، هنستعرض بقى ازاي كل دول بيشتغلوا مع بعض بحيث الدنيا ايه تكون مظبوطه كده. وفي الاخر خالص ان شاء الله باذن الله تعالى هناخد التشالنجينج تيست. مبدئيا يعني بصوا يا شباب، اي جهاز عشان يكومينيكيت مع جهاز هيبعت له داتا. طيب هو الأجهزة بتميز بعضها ازاي؟ عن طريق الاي بي وعن طريق الماك ادرس. تعالوا نتكلم الأول عن الاي بي. الاي بي عبارة عن 4 اوكتتس، كل اوكتت بيتراوح من كام لكام؟ بيتراوح من 0 إلى 255. طيب أي جهاز، أي بي سي لازم يكون عنده اي بي ولازم يكون عنده ماك ادرس. كذلك البي سي اللي قدامه لازم يكون عنده اي بي، لازم برضو يكون عنده ماك ادرس. البي سي بيستخدم الاي بي، يعني مثلا ده السورس وده الديستنيشن. البي سي السورس بيستخدم الديستنيشن، بيحط فيه يعني هيبعت مثلا ايه الداتا، يحط معاها سورس اي بي و سورس ديستنيشن اي بي، يحط كذلك معاها سورس ماك و ديستنيشن ماك. السورس اي بي، البي سي السورس بيحط الاي بي بتاعه وبيحط الماك ادرس بتاعه، بيحط الاي بي بتاع الديستنيشن، يحط الاي بي بتاع الماك ادرس بتاع الديستنيشن اذا كان موجود معاه في نفس اللان. احنا المهم يعني ايه عشان يعني الموضوع ده ما يلخبطش، الاي بي بيستخدم عشان يقول للباكت او السيجمنت هتروحي فين، يعني هتروحي فين. الماك ادرس برضو يقول للباكت هتروحي فين. يبقى انا كده المفروض يعني تسألني طب ايه الفرق كده ما بين الاي بي والماك. انا عارف الاي بي والماك عمل مشاكل كتير جدا للناس، الناس اللي بدأت في السي سي ان ايه، يعني ان شاء الله باذن الله هنكفر البروبلمز دي، وان شاء الله هتخرج من المحاضره فاهم الفرق ما بين الاي بي والماك ادرس كويس جدا. احنا كل اللي احنا محتاجين نعرفه ان في النتورك في مستويين للعنونه، مستوى اللوجيكال ادريسنج ومستوى هاردوير او الفيزيكال ايه ادريسنج. طيب بصوا يا شباب، عشان نتكلم بقى ايه في مرحلة كده ايه متقدمة. انا عندي دلوقتي راوتر رايح على سويتش، رايح على بي سي. اي بي سي، اي بي سي او اي جهاز في النتورك، انا بتكلم يعني سواء سويتش سواء راوتر سواء اي جهاز يتحط في النتورك، لازم يكون محدد له اربع حاجات. لازم يكون محدد له ايه اربع حاجات. والاربع حاجات دول انت كنتورك ادمنستري او كنتورك انجينير انت اللي بتدخلهم. اوكي، لازم يكون عارف الاي بي بتاعه. مثلا انا الجهاز بتاعي الاي بي بتاعه 192.168.1.100، لازم يكون عارف السبنت ماسك بتاعته. انا السبنت ماسك عندي 255.255.255.0. حلو قوي كده. انا عارف ان انت هتسالني السبنت ماسك معناها ايه، بس خليك معايا للاخر. طيب تالت حاجه لازم يكون عارفها عنوان الراوتر بتاعه اللي هو الديفولت جيت واي. عنوان الراوتر هنا الراوتر مثلا 192.168.1.1، ولازم يكون عارف ال دي ان اس بتاعه
هو 4 8 8 عشان في حالة انه عايز يطلع على يعمل ويب براوزنج. طيب ده كلام جميل جدا. نحاول ايه نكبر السكنس بتاع البرش شوية. اها تمام. طيب انا عايز يعني انا عايز ابدا الاول الاي بي والماك والسبنت ماسك بيتداخلوا مع بعض ازاي. ليتس سي ان انت عندك بي سي هنا، ده هنحطه كده ايه، وهوصل مثلا الراوتر ده على راوتر تاني، والراوتر التاني ده برضو متصل بسويتش، والسويتش ده متصل بي سي. طيب بصوا يا شباب، انا الجهاز بتاعي الاي بي بتاعه 192.168.1.100، السبنت ماسك 255.255.255.0. اذا كان السبنت ماسك، يعني انت عندك السبنت ماسك 4 اوكتت 4 خانات، برضو كل 255 بتقابل اوكتت في الاي بي، فاذا الاوكتت اللي في الاي بي يعني دي مثلا ده الاوكتت رقم 1، ده الاوكتت رقم 2، ده 3، وده 4. طالما اول اوكتت في السبنت ماسك 255 بيقابل في الاوكتت الاولاني في الاي بي 192، اذا ال 192 دي تنتمي لعنوان النتورك. طب حلو، 168 عنوان نتورك برضو لان قصادها 255، طب واحد عنوان نتورك لان واحد قصادها 255. اذا الجهاز عن طريق السبنت ماسك بيقول ايه؟ بيقول ان انا عنوان النتورك بتاعتي المفروض 192.168.1.0/24/24 يعني 24 1. ليه؟ بصوا يا شباب، الاوكتت الواحد في الاي بي المفروض الاوكتت الواحد في الاي بي او سب ماسك عباره عن 8 بت، يعني اكس 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 اكس، كل اكس اما 0 او 1. حلو كده. لو انا عملت كل الاكسات 0 فهيديني ايه؟ فالناتج هيديني 0. حلو كده. طيب لو انا حطيت كل يعني الاكسات دي كنت عملتها 8 اصفار هيديني ايه؟ هيديني 0. طيب لو انا عملتها كلها وحايد، دي 4 وحايد، وهنا عملتها كلها 8 وحايد هيديني 255. حلو قوي كده. فال 255 عبارة عن كام واحد هنا في الاوكتت ده؟ عبارة عن 8 وحايد و8 و8، يعني 8 في 3 فهيديني 24. يعني لو انا جيت قلت لك مثلا سلاش 16، السلاش 16 عبارة عن كام؟ هتقول لي المفروض عبارة عن 8 عبارة عن 16 واحد مقسمين على 2 اوكتتس، يعني 255 255 دوت 0 دوت 0. حلو قوي كده. طيب انا عايز اعيد الحتة دي تاني، انه النتورك اي بي، النتورك اي بي والبرودكاست اي بي، لان ده هيفهمنا الفروقات بتاعت الايه، يعني انا همسح المثال ده، ده هيفهمنا الفروقات اللي ما او التداخل ما بين السبنت ماسك والاي بي. طيب انا دلوقتي عندي اهو، هرسم حاجه كده فوق اهو، ده بي سي وتوصل هنا براوتر. تمام، الراوتر ده رايح على راوتر، والراوتر ده رايح على سويتش، والسويتش ده رايح على بي سي. طيب اذا كان الجهاز بيكون ليه اي بي 192.168.1.100، ده الاي بي بتاعه. اوكي. طيب السبنت ماسك 255.255.255.0. الجهاز البي سي ده مثلا بي سي 1، بي سي 1 بيعمل جدول، جدول جميل جدا، يحط فيه نتورك تمام وهوست وهوست. النتورك هنا يحط الايه العنوان بتاع النتورك بتاعته، لان السبنت ماسك كل وظيفته ان هو بيعرفك عنوان النتورك بتاعتك هي ايه، لان دي النتورك بتاعتي اللي هي اللان، يعني دي يعتبر لان يعني نتورك. تمام كده. طب عنوان اللان دي ايه؟ عنوان اللان كل ما يقابل 255 في الاي بي، يعني 192.168.1. طيب هيتبقى الاوكتت الرابع اللي هو عليه 100، ال 100 ده قصاده كام في السبنت ماسك؟ هل قصاده 255؟ لا، فاذا ال 100 مش هتتحط هنا في النتورك، لكن هنحط بدلها 0. تمام. طيب الهوست هنحط ايه؟ ها 100. يبقى اما تشوف بي سي موجود في النتورك 192.168.1.0 والهوست
100، يعني الاي بي بتاعه 192.168.1.100 دوت واحد دوت 100. حلو، كل ما يقابل ال 255 من الاي بي في السبنت ماسك، يعني كل حاجه، كل ما يقابل، كل اوكتت يقابل ال 255 في السبنت ماسك من الاي بي بيسمى اوكتت نتورك، طيب، او نتورك اوكتت. طيب كل ما يقابل الزيرو في السبنت ماسك في الاي بي من الاي بي بيسمى ايه؟ بيسمى هوست اوكتت. يعني ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر هوست اوكتت، ده يعتبر، والتلاتة اوكتتس دول يعتبروا ايه؟ التلاتة اوكتتس دول يعتبروا نتورك اوكتتس. طيب ده كلام جميل جدا، حلو قوي. طيب يبقى الجهاز يعرف الاي بي بتاع النتورك بتاعته عن طريق السبنت ماسك ولا لا؟ هتقول لي المفروض يا باشمهندس. اه هقول لك، حلو قوي كده. هسألكوا سؤال يا جماعة بمنتهى البساطة، هل ينفع يكون النتورك اي بي، انا النتورك اي بي المفروض بقى هنا ايه؟ 192.168.1.0 سلاش 24، صح كده؟ ده العنوان بتاع النتورك اللي من اول الجهاز ده لحد الايه؟ الراوتر هنا، يعني تمام كده. طيب كل الاجهزة الموجودة في نفس النتورك، حلو كده، كل الاجهزة الموجودة في نفس النتورك دي هيكون ليها اول 3 اوكتت 192.168.1. يعني مثلا لو انا جيت بصلت السويت، لو انا جيت مثلا ايه، نقلت اللان دي حطيتها هنا، حلو، ادي السويتش وادي بي سي اهو اللي هو دوت 100، وهوصل بي سي تاني، البي سي التاني هياخد برضو اي بي 192.168.1، لان دي ايه؟ التلاتة اوكتت بتوع النتورك. كل الاجهزة الموجودة في النتورك اللي هي 192.168.1.0 هيبقى ليها اول 3 اوكتت 192.168.1، ولكن هتختلف في الهوست، الهوست اوكتت. فانا مثلا ده واخد 100، صح كده؟ طيب فده مثلا هياخد، الجهاز ده هياخد ايه؟ 101، فهيبقى الاي بي بتاعه 101. السبنت ماسك بتاعته كام؟ سلاش 24، تمام. فدي التداخل فيما بين الايه، السبنت ماسك، هو ما بين الايه، الاي بي. السبنت ماسك يا شباب عشان نفهمه، الناس اللي لسه مبتدئه، السبنت ماسك يا شباب هو اللي بيعرف البي سي، حلو، انت النتورك بتاعتك كام، لان كل لان بيكون ليها عنوان، عنوان عمومي، تمام. يعني تخيل انت على سبيل المثال، انت، انا ساكن في مثلا في شارع مصطفى فهم 67، اوكي، هقول مثلا شارع مصطفى، اوكي، العمارة اللي هي في الصف ألف، فهنكتبه ايه مثلا؟ في الصف ألف، العمارة بتاعتي رقمها 16، والشقة بتاعتي رقمها كام؟ رقمها 32. حلو قوي كده. طيب أي واحد العنوان بتاعه 67 برضه، مصطفى ايه في العمارة بتاعتي، والعمارة بتاعته 16. انا هسألكوا سؤال، هنا رقم الشقة صح؟ طب هل ينفع جاري يبقى ليه نفس رقم الشقة؟ هتقولي لأ، يبقى هنا مثلا هيكون مثلا 33 رقم الشقة بتاعته. طيب لو واحد تاني هيبقى مثلا قول ايه، 34. طب انا عرفت منين، انا عرفت منين ان اشمعنى الخانات دي ما اتغيرتش؟ هتقول لي يا باشمهندس لان الخانة مثلا بتاعت مثلا 67، اوكي، لو اتغيرت، انا اسف كده ايه، نمسح مثلا ال 67 دي، لان انا 16 ده رقم العمارة. تمام، نمسح. يبقى الشارع اسمه مصطفى فهمي الصف، لان اي شارع بيكون ليه صفين، تمام، فالصف ايه، العمارة رقم 16، الشقة رقم 32. فانت هتقول لي ان اكيد اي واحد ساكن معاك في العمارة ليه نفس الشارع وليه نفس الصف وليه نفس رقم العمارة، لكن الاختلاف هيكون في ايه؟ الاختلاف هيكون في الهوست نمبرز. طب ده كلام جميل، ده بالنسبة برضو للاجهزة، ان انت طالما الجهازين دول في نفس العمارة اي في نفس اللان، اذا اول 3 اوكتت اللي هم بيدلوا على عنوان العمارة اي عنوان اللان هيكونوا متطابقين في الجهاز ده والجهاز ده، وكذلك عنوان الراوتر هنا، وكذلك اي جهاز هتوصله في اللان دي، صح ولا لا؟ ولكن هيختلفوا في ايه؟ في رقم الشقة. فين رقم الشقة؟ اللي هو الهوست اوكتت، اللي هو الاوكتت الرابع، تمام كده. يعني اتمنى الموضوع ده ايه، يكون اتفهم. طيب نكمل.
طيب لا ده في حاجة كمان بقى، ده الاي بي بالسبنت ماسك ما يعرفش فقط الجهاز انت في نتورك ايه، لا كذلك لو انا لو يعني على سبيل المثال جهاز واحد يقدر يميز اذا كان الديستنيشن اي بي بتاع البي سي اللي هيبعت له، يقدر يعرف لو هو عرف. انا هسألكوا سؤال، لو جهاز واحد عايز يبعت للبي سي لديستنيشن بي سي ومعاه الديستنيشن اي بي والسبنت ماسك بتاعته اللي هي مثلا اكس، مش هل يقدر يعرف اذا كان الديستنيشن بي سي معاه في نفس اللان ولا لأ؟ هتقول لي اه المفروض. يعني مثلا تعالوا بقى ايه، جهاز واحد هيبعت لتلات اجهزة، اول جهاز العنوان بتاعه 192.168.1.50/24. هسألكوا سؤال، هل النت هل ال العنوان ده عنوان جهاز موجود مع جهاز واحد في نفس النتورك؟ انا مش عايزك تنجم، تعرف ازاي؟ اعمل الجدول نتورك وهوست، تمام. النتورك اي بي بتاع الجهاز واحد كام؟ هتقول لي كل ما يقابل 255 وكل ما يقابل الصفر في السبنت ماسك هحط فيه صفر يعني دوت زيرو، صح؟ والهوست بتاع لا واحد وهنا دوت زيرو، ده اللي هو بتاع جهاز واحد، تمام. والهوست بتاع جهاز واحد كام؟ 100. طيب الجهاز التاني اللي هو هيبعت له الديستنيشن هو كام هنا؟ 192، صح؟ هو مش /24 يعني 255 24 واحد، وكل 8 وحايد بياخدوا اوكتت يعني 3 اوكتت 255، تمام. طيب العنوان النتورك بتاع البي سي ده كام؟ 192.168 168 دوت كام؟ دوت واحد دوت كام؟ دوت زيرو، صح ولا لأ؟ حلو. الاوكتت بتاع الهوست كام؟ هنا 50. طيب ده الجهاز التاني، هل دول متطابقين مع بعض؟ هل دول متطابقين مع بعض؟ اذا كانوا متطابقين مع بعض اذا الديستنيشن بي سي والسورس بي سي اللي هو هنا جهاز واحد موجودين في نفس النتورك. طب ده كلام جميل جدا. لو الجهاز بقى ايه التاني 192، ده السيناريو التاني يعني، دوت 3 دوت 50/24، تمام. وهنا 255 255 255 دوت زيرو، ها. هل في السيناريو التاني الديستنيشن بي سي مع سورس بي سي في نفس النتورك؟ ها هنعمل ايه؟ هنعمل الجدول، والجدول هو اللي هيعرفنا اذا كان عنوان النتورك صح متطابق ما بين الجهاز الاول والجهاز ما بين السورس بي سي والديستنيشن بي سي، اذا هم في نفس الايه، هم في نفس النتورك. يبقى برضو هعمل نتورك وهنا هوست، و هيبقى او هنا السورس اللي هو جهاز واحد هيكون 192.168.1.0، انا بفترض ان ده هيبعت لايه، للديستنيشن اي بي ده. طيب الهوست كام؟ هيبقى 100. طيب الديستنيشن النتورك بتاعته كام؟ 192 كل ما يقابل 255 168 دوت ايه 3 دوت 0، والهوست بتاعه 50. هل العنوانين دول متطابقين؟ اذا هما مش في نفس النتورك، يبقى اذا الجهاز ده اوت اللان اللي فيها بي سي 1، وبالتالي بي سي 1 هيبعت على الديفولت جيت واي بتاعته اللي هو ايه، اللي هو الراوتر. لذلك فلازم بي سي 1، عشان كده انا قلت اي جهاز لازم يكون عارف الاي بي بتاعه اللي هو هنا 192.168.1.100، لازم يكون عارف دوت واحد دوت لا 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 واحد دوت 100، ولازم يكون عارف السبنت ماسك بتاعته، لان عن طريق السبنت ماسك يقدر يحدد اذا كان يقدر يحدد كذا حاجه، عنوان النتورك بتاعته، واذا كان الديستنيشن بي سي معاه في نفس النتورك ولا لا. لازم برضو بي سي 1 يعرف العنوان بتاع الديفولت جيت واي بتاعه اللي هو الراوتر. ليه؟ لان لو بي سي 1 هيبعت للديستنيشن بي سي زي في الحاله الثانيه، والديستنيشن بي سي اوت اللان اللي فيها اوت اللان اللي فيها بي سي 1، فبالتالي بي سي 1 هيبعت على ايه؟ هيبعت على عنوان الراوتر بتاعه. لذلك انت كنتورك انجينير لازم كل جهاز تعرفه
العنوان بتاعه، السبنت ماسك بتاعته، عنوان الديفولت جيت واي، وكذلك لو حب بي سي 1 يطلع لويب براوزر فاكيد لازم يعرف الدي ان اس سيرفر كام عشان يفروت الدي ان اس كويري. طيب ده كلام جميل جدا، فاذا جهاز واحد هيبعت لي الراوتر. طيب يعني اتمنى الحتة دي تكون مفهومة. طيب في بقى مثال عايزين نتكلم عنه، بس قبل ما نتكلم عنه في شرط عشان جهازين يعرفوا يكلموا بعض، ان الجهازين يكونوا عارفين الاي بي هات والماكات بتاعت بتوع بعض. يعني لازم مثلا ده سورس وده ديستنيشن، لازم السورس يكون عارف الديستنيشن اي بي والديستنيشن ماك، تمام كده؟ طيب هيعرف ده ازاي؟ تعالوا بقى ناخد المثال ده، ان انا وصلت دول على سويتش، وطالما هم موصولين على نفس السويتش، السويتش بيعمل ايه؟ لان، صح؟ السويتش بيكون لان، وطالما الاتنين دول في نفس اللان يعني في نفس النتورك، يعني لهم نفس العنوان. طب ده كلام جميل، ده هفترض ان ده الماك ادرس بتاعه 192.168.1.100 سلاش 24، وهفترض ان السورس هنا 192.168.1.50 سلاش برضه 24. حلو قوي كده، احنا كده ايه عملنا المثال ده. طب السورس لازم بيكون عارف عنوان الديستنيشن اي بي، هو بيكون عارف الديستنيشن اي بي لكن ما بيكونش عارف الماك ادرس. طيب انا عشان اخلي السورس يعرف الماك ادرس بيعرفه ازاي؟ اولا الماك ادرس احنا اتكلمنا على الاي بي، الاي بي عباره عن ايه؟ فور اوكتتس، يعني هنا الاي بي عباره عن اكس 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 اكس، كل اكس بتتراوح من كام لكام؟ بتتراوح من 0 الى 255، لان الاكس الواحده جواها 8 بت، ال 8 بت دول لو عملتهم زيروهات هيديني 0، ولو عملتهم كلهم واحد هيدوني 255. طب الماك ادرس، الماك ادرس لا الماك ادرس عباره عن 12 خانه مش اربع خانات، ادي اكس 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 كده 2 في 4 ب 8 اكس 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 اكس، كل اكسايه من دول هيكسا ديسيمال. هيكسا ديسيمال يعني ايه؟ يعني يتتراوح من الزيرو للتسعة او من الاي للاف، تمام كده؟ يعني انت الفورمه بتاعت الاي بي اللي انت شايفها دي بالديسيمال، لكن الفورمه بتاعت الماك ادرس دي بالهيكسا ديسيمال، اي بتتراوح الاكس الواحده من 0 الى 9 او من الاي الى اف. طيب ده كلام جميل، طبعا ده يوحي ان الاكس الواحده دي جواها كام بت، المفروض يكون جواها 4 بت. طيب ده الماك ادرس. يعني ايه بسرعه كده، يعني الماك ادرس يعني مثلا لو انا عندي ماك ادرس زي ده، بصوا يا شباب اي ماك ادرس انا المفروض بما ان الديجيت الواحد ده زي الزيرو ده عباره عن كام بت، ده عباره عن 4 بت، فانا مثلا دول عباره عن كام بت، الاربعه ديجيت بالهكسا دول عباره عن كام بت، المفروض هيكون عباره عن 16 بت. طيب ده كلام جميل جدا، بصوا يا شباب الماك ادرس عباره عن، المفروض طالما هو عباره عن 12 اكس كل اكس فيها 4 بت، يعني الماك ادرس عباره عن 48 بت. حلو كده، هنقسم هنا 24 بت، ده اول 24 بت الماك ادرس، وده اول 24 بت. كل كارت شبكه بيكون موجود جوه الماك ادرس ده عنوان بيعطى الى كارت الشبكه الموجود فين؟ الموجود في البي سي، الموجود في البي سي. يعني انت دلوقتي جبت لابتوب بتاعك، اللابتوب بتاعك بيبقى جواه نيك كارد، او اللي هو النيك، النيك كارد، نتورك انترفيس كارد، الماك النيك كارد بتاعتك او كارت الشبكه بتاعك اللي هو بيبقى موجود فيه الايه لو كده موجود، يعني كارت الشبكه، ثواني، كارت الشبكة بتاعك ده اللي بيبقى موجود فيه البورت بتاع الار جي 45، تمام كده؟ طيب ده كلام جميل، اي كارت شبكة بيتصنع وبيتدخل وبيحطوه بيركبوه في جهاز كمبيوتر بيكون له ماك ادرس، والماك ادرس لكارت الشبكة لا يمكن ان يتكرر مع اي ماك ادرس تاني. يعني اي كارت شبكة يعني لا يمكن تلاقي كارتين شبكة ليهم نفس الماك ادرس، تمام؟ طيب ده كلام جميل، فالماك ادرس ده عنوان، هل انت كنتورك انجينير بتتدخل فيه؟ لا، هتقول لي لا، لان انا مش، يبقى انت بتشتري جهاز الكمبيوتر جاي بالماك ادرس بتاعته، الماك ادرس بتاعته بتبقى موجوده على كارت الشبكه الموجود جوه ايه؟ جوه جهاز الكمبيوتر ده. طيب الماك ادرس بره 48 بت، انا عايز انصصهم 24 و24.
اول 24 بت ده بيسموه الاو يو اي. الاو يو اي هي تقدر تقول كده السيريال المنظمة الاي تريبل اي. منظمة الاي تريبل اي هي اللي بتوزع عناوين الماكات مثلا على شركة انتل. شركة انتل مثلا بتصنع كروت شبكة، فشركة انتل بتروح للاي تريبل اي وتقول لها يا اي تريبل اي انا عايزة اصنع ماكات ادرس، اعملي لي ايه، اعملي لي مثلا عناوين اعملها، تمام؟ فالاي تريبل اي تقول لها اوكي انا هديكي ماك، انا هديكي الرينج اللي هو اول 24 بت فيه، يعني اول 24 بت فيه يعني لحد هنا مثلا، لحد هنا اول 24 بت فيه هيكون 0 1 سي اي 0 9. حلو كده. وهيتبقى، هيتبقى ايه بقى؟ هيتبقى اكس 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 اكس، ده العنوان بتاع شركة انتل. حلو كده. يبقى اي كارت هينزل من انتل هيبقى اوله 01 سي اي 09. انا بضرب مثال يا شباب، تمام؟ طيب شركة انتل لما تيجي تصنع بقى كروت الشبكة هتقعد تغير في الاوكتتس دي، في الديجيتس دي، يعني هتعمل كارت شبكة مثلا اوله 00001، هتعمل كارت شبكة اوله 00002 لحد التلاتة وهكذا. فتخيل بقى تقدر تعمل كروت شبكة لقد ايه، كام واحد؟ المفروض 2 × 24، تمام؟ فاللي بيدي ال او يو اي اللي هو اللي هو الاورجنايزيشنالي يونيك ايدنتيفاير، اللي بيدي الايدنتيفاير بتاع الانترل في اول 24 بت دي الايه، الاي تريبل اي. فاول 24 بت ده بيسمى الاو يو اي. طيب اخر 24 بت ده بيسمى بقى ايه؟ ده اللي الاجهزه او الكروت او الفندور زي انتل بيقعد يغير بقى في البيتس دي عشان يصنع بقى كروت الشبكه بتاعته. في ملحوظه انا عايزك تلاحظ، اول بت هنا واول بت هنا، ده البت رقم كام؟ ده البت رقم 47 وده البت رقم 46. يعني انت عندك الزيرو واحد دي، ده بت رقم، ده البت الزيرو هنا ده البت رقم 47 والواحد ده البت رقم 46. اي ماك ادرس، اي ماك ادرس البت، البت اللي هو السبعة، اللي هو 47، اما يكون زيرو او واحد، اما يكون زيرو او واحد. انا بتكلم عن البت، مش انا بتكلم يعني انا اسف، انا بعتذر جدا، لان الزيرو دي المفروض هتكون عبارة عن 4 اصفار، صح؟ لان دي بالهكسة. حلو. فانت انا بتكلم على الزيرو ده اللي هو رقم كام؟ اللي هو رقم 47، لان انا بعد طبعا من اول الزيرو، يعني ده مثلا 47 46. ان انا لو خدت من اول هنا اول بت هيقابلني هقول عليه ده بت رقم 0 لحد البت رقم هنا 47. طيب الزيرو ده اما يكون 0 او 1، يعني دي يعتبر اكس، يا اما هتكون 0 او 1، يعني البت رقم 47 اما يكون 0 او 1. 0 يعني تعرف ان الجهاز، ان الماك ادرس اللي انت شايفه ده ماك ادرس لبيس لديفايس. طب لو شفت البت 47 رقم 47 1، ما هو 0 او 1، لو شفته 1 اما يكون ده عنوان مالتي كاست او عنوان برودكاست، تمام كده. فدي ملحوظة كده عن الايه، بت 47. البت 46 ده برضو ليه، يا اما يكون ايه، ودي هنمسح دي بقى، ده انا كده بشاور على ديجيت هيكسا ديسمال، يا اما يكون برضو 0 او 1. لو 0 يبقى العنوان اللي قدامك ده عنوان assigned بال اي تريبل اي، يعني اي تريبل اي هي اللي ادت العنوان ده. اما لو كان واحد، اما لو كان البت ده واحد، فانت تعرف ان الماك ادرس اللي قدامك، لو البت 46 بقى واحد، تعرف الماك ادرس اللي قدامك ده ماك ادرس تم اعطاؤه بواسطة منظمة ما، يعني منظمة مثلا حكومية او منظمة واخدة authorization من الاي تريبل اي. طيب البت 47 ده بيسموه جي ال، اللي هو جلوبال لوكال و لا انا اسف جدا، لا ده مش الجروب اللوكال، ده 46 هو اللي كده، ده هنا اهو، تمام. ال
البيت 47 ده بيسمى الاي جي اللي هو الانديفيدوال جروب بيت، و46 ده بيسمى اللي هو ايه بقى، اللي هو جلوبال لوكال. تمام، فدي الايه القصه بتاعه تكوين الماك ادرس. طيب احنا بقى ايه نمسح الكلام ده كله. انا عارف ان انت ممكن تكون متلخبط دلوقتي ومش عارف انت رايح فين وماشي منين، بس انا كل اللي انا كنت بشرحه ده بحضرك ليه، كل ده انا بحضرك انك تعرف الفرق ما بين الماك ادرس والاي بي. طيب انا دلوقتي عندي سويتش اهو، عندي هنا بي سي 1، البي سي 1 ده هفترض، بصوا بقى عشان ما اروحش على كل جهاز واكتب الاي بي بتاعه، انا هقول ان النتورك دي عنوانها 192.168.0.0/24، والجهاز ده بي سي 1 واخد بوينت 1 العنوان بتاعه، وعندي جهاز 2 العنوان بتاعه دوت 2. يعني انت جهاز 1 الاي بي بتاعه كام؟ 192.168.0.1، بي سي 2 192.168.0.كام.2. طيب الماك ادرس بتاع، او هحط برضو جهاز كمان اللي هو جهاز 3، برضو الاي بي بتاعه هيكون دوت 3. طب الماك ادرس بتاع واحد، انا مش هكتب 12 ديجيت، فاختصارا يعني هكتب ايه 4 ديجيت، يعني هكتب مثلا ده 1111. تمام، 2 هكتبه 2222. طب 3 هكتبه 3333. حلو قوي كده. احنا خدنا المره اللي فاتت البرودكاست طبعا، المالتي كاست واليونيكاست. الارب بقى ادرس ريزوليوشن بروتوكول، جهاز واحد بفرض ان هو عايز يبعت لجهاز 2، بيشيك على الديستنيشن اي بي بتاع جهاز 2، خلاص تمام ده معاه في نفس الايه النتورك. الفكره ان جهاز واحد مش هيقدر يبعت لجهاز 2 الا لو يعرف الماك ادرس بتاع جهاز 2، عشان يحطه في خانه الديستنيشن ماك. طيب هيعرف الماك ادرس بتاعه ازاي؟ الجهاز واحد هيبعت رساله انبوت داخله على السويتش، رساله برودكاست اسمها ارب، ادرس ريزوليوشن بروتوكول. الرساله دي هتطلع بيقول فيها ايه الاول؟ جهاز واحد بيقول الجهاز اللي الاي بي بتاعه 192.168.0.2 يبعت لي الماك ادرس بتاعه. طب فالرساله هتروح لجهاز 3، جهاز 3 هيقول ايه ده، انا مش 192.168.0.2، ديسكارد المسج. يجي جهاز 2 يستقبل رساله، ايوه انا فعلا 192.168.0.2، خد يا جهاز واحد ايه الماك ادرس بتاعي اللي هو 4 اتنينات. فجهاز واحد ياخد الماك ادرس الاربع اتنينات يحطه عنده في خانه الديستنيشن ماك، وبالتالي يقدر يبعت الايه، يقدر يبعت الداتا لجهاز 2. فكل الاجهزه، انت لو عندك جهازين عايزين يكلموا بعض بطريقه ما، الجهازين بيكونوا عارفين الاي بي هات، يعني او السورس بيكون عارف الاي بي بتاع الديستنيشن دي بطريقه ما، انت على حسب الابلكيشن اللي انت فيه، لكن هو مبيبقاش عارف الماك ادرس. ياخد الماك ادرس ازاي؟ عن طريق الايه، عن طريق الارب. بالمناسبه الارب ده بيوبريت، بيشتغل بروتوكول في لاير 2. اوكي، في عايزين ناخد، مثال اخر او نخلي المثال ده ايه في الـ نخليه في الـ في الـ ايه في السلايدات الجايه. النتورك لاير اوفر فيو اللي هو اللاير الثالثه، لاير 3، بيقول لك يا سيدي it works side by side with the data link layer، بتشتغل side by side hand with hand مع الداتا لينك لاير، بيشتغلوا مع بعض اللي هو الاي بي والماك. الاي بي ده في ايه، بالنتورك، والماك ادرس ده في الايه، في الداتا لينك. طيب النتورك لاير comes in the play as it determines the path for the packet going from the source peer to the destination one. الاي بي، بصوا يا شباب عشان نفهم القصه يعني ايه الموضوع ماشي ازاي، انا دلوقتي عندي حاجه زي كده. الاي بي ده سورس وده ديستنيشن، الديستنيشن اي بي يقدر يخلي السورس، تمام، السورس يوصل للنتورك اللي فيها ايه، اللي فيها الديستنيشن، ولكن الديستنيشن ماك يقدر يخلي، يعني انا دلوقتي استخدمت الاي بي عشان اوصل للنتورك اللي فيها جهاز الديستنيشن، استخدم الماك في ايه؟ استخدم الماك في اني اوصل للجهاز ده ذات نفسه جوه النتورك. لو انت بقى ايه
مش فاهم، احنا كده كده هنشرح برضو مثال نفهم بيه الفروقات ما بين الاي بي والماك، يعني عايزكم تصبروا ايه شويه، لان كل المعلومات اللي انا بقولها دي باسس بيها للسيناريو اللي احنا هناخده في الايه في السلايد الاخير. طيب بيحدد الباث ازاي؟ اللاير 3 لو انا مثلا عندي راوتر رايح كده، توصل كده على راوتر، توصل كده على راوتر، و التو راوترز دول متوصلين على سويتش، والسويتش ده رايح على بي سي، وهذا افرض ده الديستنيشن، وهنا رايح ده على سويتش، والسويتش ده واصل بي بي سي، هفرضه هنا ده السورس. تمام، السورس قصاده كام طريق عشان يروح للديستنيشن؟ هتقول لي ممكن يمشي كده وممكن يمشي كده. فاللاير 3 هي اللي بتحدد النتورك لاير، هي اللي بتحدد البيست باث، افضل مسار يمشي فيه السورس الى الديستنيشن. طيب نروح للسلايد اللي بعده، الداتا لينك. الداتا لينك عباره عن تو سبلايرز، يعني هي لاير عباره عن تو سبلايرز، لوجيكال لينك كنترول، ميديا اكسس كنترول. اللوجيكال لينك كنترول دي يعني انت دلوقتي عندك الداتا هتنزل من اللاير بتاع النتورك، هتنزل لايه؟ اللاير بتاع الداتا لينك. حلو، النتورك عليه بروتوكول ايه؟ اما يكون اي بي او اي يعني اما يكون اي بي فيرجن 4 او مثلا اي بي فيرجن 6. طيب اذا كان اللوجيكال لينك كنترول هو اللي بيقول، يعني هو اللي بيحدد ايه نوعية اللاير 3 بروتوكول، يعني الداتا ماشية كده هتنزل تحت، هو اللي بيحدد ايه نوعية البروتوكول المستخدم في النتورك ادريسنج او في اللاير 3 ادريسنج للميديا اكسس كنترول، يعني الداتا هتنزل الاول كده. فاللوجيكال ادريس كنترول بيحط بيساعد الماك الميديا اكسس كنترول، اللي هو يقول لها يا ميديا اكسس كنترول انا الداتا اللي مبعوتها لك عن طريق لاير 3 ادريسنج اي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6. فده اللي بيحدده الايه؟ اللوجيكال لينك كنترول. الميديا اكسس كنترول ده اللي بتساعد على تحويل الداتا من البيتس الى بايتس، ومن البايتس الى فريمز. تمام، لا لا انا اسف، لا العكس العكس، هانج اون العكس. الميديا اكسس كنترول هي اللي بتساعد على تحويل الداتا الى بيتس عشان تمشي في الايه؟ في الكيبلز اللي هي في الفيزيكال. طيب والداتا لينك برضو بتساعد على وصول الداتا الى النود ذات نفسها الى الجهاز، يعني احنا قلنا ان النتورك لاير بتساعد على الوصول الى الديستنيشن نتورك. تمام، يعني انا هروح لديستنيشن بي سي، اكيد الديستنيشن بي سي ده موجود في ديستنيشن نتورك، فالنتورك 3 لاير بيساعدني اني اوصل للديستنيشن نتورك، اما الداتا لينك بيساعدني اني اوصل للديستنيشن نود او ديستنيشن بي سي ذات نفسه اللي موجود في الديستنيشن نتورك. طيب الاو اس اي داتا انكابسوليشن، احنا هنتكلم عن الاو اس اي يعني داتا انكابسوليشن، بس انا ايه يعني هتكلم عنه بس في المثال ده، ده المثال اللي هيوضح لنا بقى القصة بتاعت ايه الفروقات ما بين الاي بي والماك ادرس، او ما بين النتورك لاير وكذلك الداتا لينك لاير. طيب مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول لك يا سيدي ان بي سي 1 عايز يكومينيكيت مع الايه الهوست 2. تمام، العنوان النتورك اللي فيها بي سي 1 192.168.1.0/24، هنا دوت 2، فاذا انت عندك الاي بي بتاع بي سي 1 او هوست 1 192.168.1.2، والعنوان بتاع الراوتر هنا الناحيه دي واخد 192.168.1.1، والماك ادرس بتاع الراوتر 4 وحايد، الانترفيس هنا 4 وحايد، وكذلك البي سي هنا 4 زيروهات. طيب في نتورك برضو ما بين راوتر 1 وراوتر 2 10.0.0.0/24، هنا 10.0.0.1 وهنا 10.0.2، والماك ادرس بتاع راوتر 1 اللي رايح للنتورك اللي هي 10.0.0.24 اربع تينات، والنتورك والماك ادرس بتاع الانترفيس اللي في R2 اللي رايحة للنتورك دي برضو 4 تلاتات. كذلك R2 ليها IP في النتورك اللي هي النتورك اللي هي التالتة أو LAN 3 192.168.0/24،
في النتورك دي هنا، يبقى انت عندك هنا الاي بي بتاع راوتر 2 192.168.0.1 والماك ادرس بتاعه 4 اربعات، وكذلك عندك البي سي. البي سي برضو واخد في الهوست اوكتت دوت 2، فانت اذا الاي بي بتاع هوست 2 192.168.0.2 والماك ادرس بتاعه 4 4 5. هنا ملحوظه ممكن واحد يسالني، هو ازاي الراوتر واحد وراوتر 2 ليهم 2 ماك ادرس؟ انا هسالك سؤال، مش راوتر واحد متوصل على كابل هنا وكابل هنا؟ اذا هو في 2 انترفيسز، اذا هو في 2 انترفيسز ار جي 45 المفروض. ده يعني ده لو ده كابل فاست ايثرنت. هتقول لي ايوه، طب هو انا مش قلت لك ان كل كارت شبكه بيكون ليه ماك ادرس وانترفيس؟ يعني انت عندك يعتبر الراوتر كانه في كارتين، يعني ان يعني كانه في 2 ماك ادرس، وكل كارت من دول برضو ليه اي بي ادرس. فهنا لو انت عندك مثلا جهاز ليه 2 انترفيسز، والتو انترفيسز رايحين على تو نتوركس، يعني ده متوصل على النتورك دي وده متوصل على النتورك دي، اذا كل جهاز يعني كل نتورك انترفيس من دول او كل انترفيس من دول بيكون ليه ماك ادرس مختلف عن التاني واي بي ادرس مختلف عن التاني. طيب احنا كده استعرضنا العنوانة، جهاز واحد عايز يبعت عايز يكومينيكيت، او بي هوست 1 عايز يكومينيكيت مع هوست 2، حلو كده. طيب احنا هنعمل كذا حاجه هنا، ده ال او اس اي موديل، ده الابلكيشن، ده البرزنتيشن، ده السيشن، الترانسبورت، نتورك، وهنا الداتا لينك، وهنا الفيزيكال. طيب بي سي 1 هو او هوست 1 هيبعت، فانت الداتا هتنزل من الابلكيشن والبرزنتيشن والسيشن كحته واحده، هتروح عند الايه ترانسبورت، هيعمل لها سيجمنتيشن، هيقسم ايه الداتا سيجمنتيشن، تمام كده. طيب ولكن بي سي 1 او هوست 1 هيبعت اول حاجه الهوست 2 ايه؟ هيبعت لها سن. يعني بفرض مثلا هو عايز يبعت ملف لهوست 2، يعني او يعني ملف اف تي بي بالبروتوكول الاف تي بي، فانا اتحدد عندي البروتوكول تبعا للابلكيشن لاير ان هو ايه اف تي بي. طيب هينزل عند الترانسبورت، الترانسبورت هيقول اف تي بي، اذا هشتغل ريلايبل كونكشن تي سي بي، فاذا اول حاجه هعملها ثري واي هاند شيك، هبعت سن وسن اك واك، بقى القصه بتاعت السن والسن اك والاك ما بين هوست 1 وهوست 2. فاول حاجه هيبعتها ايه؟ اول حاجه هيبعتها هوست 1 لهوست 2 هيبعتها سن، حلو كده. طيب ثم هيحدد ايه بي سي 1 او هوست 1؟ المفروض يحط هنا السورس بورت، والمفروض هنا يحط الايه الديستنيشن بورت. طيب ده كلام جميل. دلوقتي هوست 1 هيطلع من بورت كام؟ احنا قلنا في اما السورس بورت دايما دايما الجهاز ما يحب يطلع على كونكشن دايما في السورس بورت بيحط من الرينج، من رينج من 1024 الى ايه 65535، لان الرينج اللي من اول واحد من اول واحد الى 1023 ده ويل نون بورت. طب ده كلام جميل. فهو هنا مثلا في السورس بورت هيحط رينج، هيحط بورت في الرينج ده اللي هو الدايناميكلي راندوم. فانت عندك الويندوز هنا على الهوست 1 هيجنريت بقى الجوريزم عشان يختار ايه بورت يطلع منه. هفترض ان هو هيطلع من بورت 5050، حلو كده. طب الديستنيشن بورت الاف تي بي، الاف تي بي البورت بتاعه كام؟ البورت 21، ها تمام كده. يعني انا بفترض ان انت مثلا هوست 1 عايز يداونلود فايل من الاف تي بي سيرفر اللي هو على البي سي ده، يعني كأن ده مش بي سي ده سيرفر، تمام. طيب ده كلام جميل جدا. وبعدين هيحدد هو المفروض كده شغال تي سي بي. لا يبقى احنا كده هنحاول نرتب الدنيا بتاعتنا، احنا هنمسح تيل كده من اول السن. بس انا عايز الخط يبقى رفيع، دي السن. هيحدد هو اشتغل تي سي بي ولا يو دي بي، هو اشتغل ايه تي سي بي. طيب الديستنيشن بورت
الديستنيشن بورت كام؟ هنقول لا انا هنا السورس بورت، السورس بورت هيبقى كام؟ السورس بورت هنا هيبقى قلنا 50 50، حلو، اخترت كده رقم سهل يعني. الديستنيشن بورت هيكون كام؟ هيكون 21، لان البورت بتاع الاف تي بي هيبقى كام؟ 21. طيب بعدين بقى هيحط الاتي، هيحط السورس اي بي، الديستنيشن اي بي، سورس ماك، ديستنيشن ماك. طيب السورس اي بي بتاع هوست 1 كام؟ مش هو اللي هيبعت، فهيبدأ هيبعت السن عشان يعمل اند تو اند، اند تو اند سيشن. طيب هيبعت، هيبقى 192.168.1. كام؟ دوت 2. مش ده السورس اي بي بتاعه اللي هو سلاش 24؟ طيب ده كلام جميل جدا. الديستنيشن اي بي كام؟ 192.168.0.0 على كي لا دوت 0.2 اللي هو عنوان هوست 2 اللي هو سلاش 24 برضو. هنا بي سي 1 يدرك من العنوان ده ان الديستنيشن اي بي موجود في ريموت لان، مش موجود في اللان بتاعته. حلو جدا جدا جدا. فهو هيحتاج يبعت الداتا لمين او السن دي لمين؟ هيبعتها للراوتر. حلو. طيب هو مش بي سي، مش الهوست 1 عارف الاي بي بتاع الراوتر لان هو متخزن عنده كديفولت جيت واي، يعني مش هوست 1 ده عنده الاي بي بتاعه 192.168.1.2 سبنت ماسك سلاش 24، الديفولت جيت واي 192.168.1.1، يبقى هو عارف الاي بي صح ولا لا، لكن مش عارف الماك. فاذا هيبعت ارب عشان ياخد الماك ادرس بتاع الايه، بتاع الراوتر. فهوست 1 هيبعت ارب عشان ياخد الماك ادرس بتاع الراوتر. ف هوست 1 هيطلع الداتا، هيبعت الارب لراوتر 1، فراوتر 1 هيرد عليه يقول له يا بي يا هوست 1 انا الماك ادرس بتاعي 1.1.1. حلو كده 4 1. فاما يجي يبعت الداتا تمام، هيحط في السورس ماك، السورس ماك ايه بقى؟ 4 0 8، لان الداتا طالعه من هوست 1. في الديستنيشن ماك يحط الماك ادرس بتاع الايه، بتاع الراوتر. طيب ده كلام جميل جدا. وبعد كده يحط حاجة اسمها ال CRC، CRC. ال CRC هي الداتا اما بتيجي تنزل على كارت الشبكة دايما بيكون في اي سي هاية كده في النيك كارد. النيك كارد دي اول ما تخش عليها الداتا بترن الجوريزم، بتران ماثيماتيكال الجوريزم. يعني بصوا، يعني هو انا كأن في السي ار سي كده انا الداتا بتاعتي دخلتها زي في خلاط وعملت كوكتيل كده، واضح كده؟ فانا بحط الكوكتيل بتاعي، الناتج بتاع الكوكتيل ده في صيغه الباينري، يعني 010. الجهاز 2 اما يجي يستلم الداتا، اما يجي يستلم الداتا هيدخل الداتا بتاعته على نفس الخلاط. لو طلعت نفس الكوكتيل اللي هي لو طلعت نفس 010، اذا الداتا دي نون دامجد، يعني ما حصل لهاش دامج، لان ممكن الداتا تتغير، ممكن تتغير في الطريق، واضح كده؟ ممكن تتعرض لالكتروماجنتيك ويف، اي حاجه يحصل لها داتا، يحصل لها تغيير في البيتس بتاعتها. فالسي ار سي ده اسلوب احنا بنستعمله عشان يعني بيخلي الجهازين يتاكدوا ان الداتا ما حصلش فيها تغيير، واللي بيضيفها لاير 2 يعني لاير الداتا لينك هو اللي بيضيفها. تمام. طيب حلو قوي. راوتر 1 يستلم الايه، الايه يستلم الداتا من هوست 1. طيب ده كلام جميل جدا، لان الديستنيشن ماك ادرس هو بتاع ايه، راوتر 1. حلو. راوتر 1 يقول ايه ده، دي داتا مبعوثه ليا، لان انا الديستنيشن ماك 4 وحايد، ولكن لا الداتا دي مش مبعوثه ليا، دي مبعوثه عن طريقي. ليه؟ لان الديستنيشن اي بي 192.168.0.2، وانا مش 192.168.0.2، الديستنيشن اي بي ده مش بتاعي. فيجي الراوتر يشيل هوب الاربع زيروهات دول والاربع وحايد دول، وبرضه هيعمل ارب عشان ياخد الايه، الماك ادرس بتاع راوتر 2. فهيبعت فاول فراوتر 2 هيبعت له ايه، هيبعت له انا الرساله، انا الماك ادرس بتاعي 4 3. فيجي راوتر 1 هيبعت الرساله لار 2، ولكن هيغير بقى السورس ماك والديستنيشن ماك من 4 زيروهات و4 وحايد الى 4 2 الماك ادرس ده، وكذلك
الماك ادرس، الديستنيشن ماك ادرس بتاع راوتر 2، راوتر 2 يستلم الداتا ويقول ايه ده، داتا ليا، ده انا الداتا، ده انا الديستنيشن ماك اربع تلاتات، ولكن اوه لا لا لا، الداتا دي مش ليا، لان الديستنيشن اي بي 192.168.0.2 مش بتاعي، ده بتاع جهاز واصل على لان من الناحيه التانيه بيا. فيجي برضو راوتر 2 يشيل هوب الايه الاربع تنينات واربع تلاتات، وهيعمل ارب عشان ياخد الماك ادرس بتاع هوست 2، تمام؟ فهيحط او فهيبعت الرساله لهوست 2 من سورس ماك اربع اربعات الى هوست 2 اللي هو اربع خمسات. فيجي هوست 2 يستلم الرساله، يستلم الرساله، وبالتالي كده الداتا وصلت لهوست 2. الفكره ان التثبيت كان في سورس، في السورس اي بي والديستنيشن اي بي، سورس ده سورس بورت ديستنيشن بورت، ولكن السورس ماك والديستنيشن ماك هم اللي بيتغيروا. طيب السؤال، هو انا ليه عملت القصه دي؟ بصوا يا شباب، ليه واحد ممكن يسالني هو ليه هوست 1 ما يعملش ارب بحيث ان هوست 2 يبعت له ايه الماك ادرس بتاعه؟ بمنتهى البساطه الارب ده برودكاست، صح؟ دي رساله برودكاست، صح؟ تقول لي اه صح. طب الراوتر يا شباب اصلا ما بيعديش اي رساله برودكاست، الراوتر ما بيعديش اي رساله برودكاست، فما فيش طريقه اقدر اخلي بيها هوست 1 يعرف الماك ادرس بتاع هوست 2. طيب عمليه الداتا انكابسوليشن، بصوا يا شباب بقى، الداتا نزلت من الابلكيشن، من الابلكيشن البرزنتيشن للسيشن، راحت للترانسبورت، الترانسبورت اضاف ايه؟ هل هي تي سي بي ولا يو دي بي؟ السورس بورت ديستنيشن بورت، اضافه السورس بورت والديستنيشن بورت دي عمليه اسمها المالتيبلكسنج، اديني باكد عليها دي. فيبقى اما الترانسبورت يضيف دول على الداتا فدي بتسمى سيجمنت، حلو قوي كده. طب اما اضيف على السيجمنت، اما تنزل على النتورك لاير يضيف السورس بورت والديستنيشن بورت، فكلها كل الحته، كل الحته دي، كل الحته دي بتبقى اسمها ايه؟ بتبقى اسمها باكت. طيب تنزل على الداتا لينك يضيف ليها السورس ماك والديستنيشن ماك والسي ار سي، فكل دول، كل دول يبقى اسمهم ايه؟ يبقى اسمهم فريم، يبقى اسمهم فريم. والفريمز بتتحول الى بيتس في الايه، في الكابلات بقى، لان بتنزل للايه، للفيزيكال لاير. فدي بتسمى الداتا انكابسوليشن. بنلاحظ ان السيجمنت هنا بقى ايه، بنلاحظ ان زي ما قلنا السيجمنت دي اسمها بي دي يو، ولكن دي البي دي يو الخاصه بالترانسبورت لاير، الباكت هي البي دي يو الخاصه بالنتورك لاير، الفريم هي البي دي يو الخاصه بالداتا لينك لاير. البي دي يو دي اختصار لبروتوكول داتا يونت، البي دي يو هي الداتا بلس المعلومات، يعني لما اقول بي دي يو الخاصه بالترانسبورت يعني الداتا بلس المعلومات اللي حطيتها لير الترانسبورت. ملحوظه ان اول ما الداتا بقى توصل لهوست 2، هوست 2 هتطلع بقى الداتا منه، هتوصل الكابلات الهوست 2، يطلع بقى ايه الداتا لينك، الداتا لينك هتشيك على السورس ماك والديستنيشن ماك، تمام، حلو قوي كده. طيب بعد كده هتطلع للنتورك، هتشيك على الديستنيشن اي بي، الديستنيشن اي بي والسورس اي بي، تمام. وبعدين هيبص على ديستنيشن بورت، انت عايز تخش على الابلكيشن اللي شغال على بورت، او عايز تخش على الابلكيشن اللي شغال على بورت ال 21 اللي هو ابلكيشن اف تي بي، طيب اوكي انا هفرودك على الاف تي بي، وهكذا لحد ما يوصل للابلكيشن يقرا الايه السن. في برضو ملحوظه كمان، الراوتر بيوبريت على النتورك لاير، الراوتر بيوبريت على النتورك لاير، السويتش بيوبريت على على الداتا لينك لاير، يعني الراوتر السويتش بيوبريت على الداتا لينك لاير، السويتش ما بيفهمش لغه اي بي هات، السويتش ما بيفهمش لغه اي بي هات، الراوتر بيوبريت او في النتورك لاير يعني بيفهم اي بي هات كويس جدا. الترانسبورت لاير ده بقى اللاير اللي فيه او الفاير وول بيوبريت على اللاير الترانسبورت. طبعا التقسيمات دي غير يعني ايه، غير يعني التقسيمات دي مش ثابته، يعني انت ممكن تعمل سويتش مالتي لاير، في سويتشات مالتي لاير بقى، انت الشغل بتاع السي سي ان بي، يعني سويتش بيفهم داتا لينك وبيفهم اب تو نتورك، نتورك لاير. ممكن الراوتر، الراوتر اغلب الراوترات بتسبورت لحد ترانسبورت لاير، ولكن احنا بنتكلم بالتقسيمات المعياريه او القياسيه. البي سي، البي سي ده بيوبريت على اني لاير،
البي سي ده بيأوبريت على السيفن لايرز، يعني البي سي بيفهم الايه، البيتس، بيفهم الداتا لينك، بيفهم النتورك، بيفهم الترانسبورت، بيفهم البورتس، بيفهم السيشنز الدوبلكس والفول دوبلكس، البريزنتيشن، بيفهم كل ده. يعني البي سي بيفهم كله، يعني ده بيأوبريت على السيفن لايرز. تمام، فاحنا كده اتكلمنا عن ايه، نرجع للسلايد اللي فات. احنا كده اتكلمنا عن الداتا انكابسوليشن والسيناريو، فهمنا الفرق بين اي بي والماك. فانت هنا بقى بص، انت عندك الداتا بتنزل من ابلكيشن للبرزنتيشن سيشن، سيجمنت تحول سيجمنت في الترانسبورت، النتورك يضيف بقى سورس اي بي وديستنيشن اي بي باكيت، الداتا لينك فريم تتحول، وبعدين تتحول لبيتس في الفيزيكال، يروح بقى ايه البيتس دي في الترو والواير لحد الديستنيشن اي بي او ديستنيشن بي سي، يطلع من الفيزيكال للداتا لينك للنتورك للترانسبورت للستيشن. فهنا بتحصل عمليه ايه، انكابسوليشن. انكابسوليشن انا بضيف، عمال اضيف في الترانسبورت سورس بورت ديستنيشن بورت، هل تي سي بي ولا يو تي بي، بضيف في النتورك سورس اي بي ديستنيشن اي بي، بضيف هنا في الداتا لينك. فهنا عمال اعمل عمليه انكابسوليشن. تمام، لكن اما الداتا تطلع هنا هيشيل السورس ماك والديستنيشن ماك، لانه عمل له بروسيس اراه فبيشيله. فدي عملية انكابسوليشن ديكابسوليشن، النتورك شاف السورس اي بي والديستنيشن ماك والديستنيشن اي بي بيشيله، يروح للترانسبورت يشيل، يشوف السورس بورت والديستنيشن بورت وهل تي سي بي ولا دي بي ويشيله. فدي عملية الايه، ديكابسوليشن. كابسوليشن هنا بيغلف الداتا، هنا بيفك تغليف الايه، الداتا. التشالنجينج تيست تعالوا بقى نشوف، نحل بقى الايه الامتحان. بيقول لك refer to the exhibit بالنظر بقى ايه للدياجرام اللي قدامك، after host A pings host B which entry will be in the ARP cache. حلو السؤال ده. بص يا سيدي، بيقول لك ان host A هيبنج host B. تمام، بنج يعني انا بتست الكونكشن، بنج يعني انا ايه، بتست الكونكشن. انا مبدئيا ايه، عايز اعمل شوية حاجات كده، نعمل نجيب جي necessary. كنسل هنا ايه، راوتر وهنا سويتش. تمام، و احط هنا طيب. انا الاول عايز اوريك الواير شارك كابتشرز بالنسبه مثلا للايه، للارب. اولا انا عايز اشرح ايه هي الارب كاش. الارب كاش ان انت عندك البي سي هوست ايه، لو هو خد الماك ادرس بتاع الراوتر مثلا، عشان هو هيطلع بره الراوتر عايز يروح على مثلا بي سي هوست بي، فاول ما بيعرف الماك ادرس بتاع الراوتر بيخزنه عنده في جدول اسمه الارب كاش. لو انت عايز تخش عليها تكتب هنا مثلا في السي ام دي ارب داش ايه، ارب داش ايه. بصوا انا عندي الكمبيوتر مخزن الماكات دي كلها، يعني مثلا الماك ادرس بتاع الراوتر اللي هو 192.168.1.1 اهو، ده الماك ادرس بتاعه. اوكي، فده الجدول بتاع الارب كاش، ده البي سي بيخزن فيه الجدول الماكات اللي خدها عن طريق الارب من الاجهزه المجاوره ليه في نفس النتورك، لان هو ما ينفعش يبقى عارف ماك ادرس جهاز بره النتورك. طيب بيقول لك ايه، بيقول لك هوست ايه بيبنج على هوست بي. البنج يعني انا بتست الكونكشن، يعني لو انا مثلا عايز اشوف انا كونكتد على الراوتر ولا لا، متوصل على الراوتر ولا لا، بعمل بنج عنوان الراوتر اللي هو 1.1. البنج ده شغال ببروتوكول الاي سي ام بي اهو، بص بيبنج معايا اهو. تمام، فهو هوست ايه بيبنج على هوست بي. ف هو انا مش فاهم، يعني هو بيقول after host A pings host B which entry will be in the ARP cache of host A to support this transmission. يعني بيقول لك ايه الماك ادرس اللي هتضاف في الارب كاش لهوست A عشان اسبورت الايه، عشان الكونكشن ده يحصل. المفروض هوست A هيضيف مين الماك ادرس بتاع مين في الارب كاش، هل الماك ادرس بتاع هوست B ولا الماك ادرس بتاع
فاست ايثرنت البورت اللي هو فاست ايثرنت 0 سلاش 1 للراوتر اللي داخل في النتورك دي، ولا الماك ادرس اللي رايح من راوتر 2 اللي داخل النتورك دي، ولا الماك ادرس ده ولا ده. المفروض للماك ادرس اللي هو 00F2480-89-16 اللي هو الماك ادرس ده، لان هو هيعمل ARP هياخد الماك ادرس بتاع الراوتر ده عشان يبعت المسج عليه. طيب فالمفروض الاي بي اللي هو 6.1 على الماك ادرس ده، يعني اللي هو فين 6.1 على الماك ادرس اللي اخره هو 89.16 اللي هو دي الاجابه الصحيحه. نكست بيقول لك refer to the exhibit which three statements correctly describe the network. لا 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 احنا مش هنحل السؤال ده، المفروض ده يعني السؤال ده المفروض ما ناخدوش دلوقتي، بس يعني هنحاول. طب بصوا يا شباب، هو بيقول لي ايه ده نتورك ديفايس ايه، ده قد يكون سويتش او قد يكون راوتر. طيب بيقول لك ايه الثلاث اوصاف اللي بتوصف النتورك دي، ده جهاز 10.1.0.63 وده 10.1.1.70. بيقول لك with a network wide mask طبعا السؤال ده انا مش هحله عشان ده مش يعني ده مش علينا، ده هناخده ان شاء الله، ده يعني ده هناخده في المحاضرة بتاعت السبميتنج السؤال ده، فاحنا ايه هنكنسله. نخش بقى على ده which destination address will be used by host A to send data to host C. بيقول لك يا سيدي host A هيبعت داتا لهوست C، فبيقول لك ايه الديستنيشن ادرس اللي هيستعملها host A، يعني لما يجي يحط على الداتا destination MAC و destination IP هيحط المفروض الاي بي بتاع الهوست سي ويحط الماك ادرس بتاع الايه الانترفيس ايثرنت 0. تمام بيقول لك اي بي ادرس اوف سويتش 1 لا، ماك ادرس اوف سويتش 1 لا، اي بي ادرس اوف هوست سي ايوه، ان هو بيقول لك انا تشوز 2 اختار 2 بماك ادرس اوف هوست سي لا، مش هيعرف ياخد الماك ادرس بتاع هوست سي عشان الار بروادكاست والراوتر ما بيعديش اي برودكاست. ذا اي بي اوف ذا راوترز اي 0 انترفيس لا، ذا ماك ادرس اوف ذا راوترز اي 0 انترفيس ايوه صح. بس نيكست بيقول لك drag each category on the left to its corresponding router output of the right. لا لا ده برضو ده السؤال ده برضو مش علينا، يعني ان شاء الله انا هبقى هعمل updating للموديل للتشالنجينج تيست، لان في سؤالين تقريبا لحد دلوقتي دول مش علينا، فانا هشيلهم هرفعهم تاني على ال FTP server اللي احنا بنداونلود منه. طيب بيقول لك a receiving host computes the checksum on a frame ال AL checksum اللي هو CRC on a frame and determines that the frame is damaged, the frame is then discarded, at which OSI layer did this happen. بيقول لك الهوست عمل الحسابات بتاعته الكمبيوتنج بتاع ايه السي عشان يخرج السي ار سي، واكتشف من السي ار سي ان الداتا دامجد، لان مثلا انا في المثال اللي هنا لو الهوست 2 هوست 2 عمل حسابات للسي ار سي وطلعت 0.1.1، يعني بصوا اختلاف في بت كده يقول ان الباكت الداتا بقت دامج، لان لازم تطلع بالظبط طالما ده حسبها 0.1.0 لازم هوست 2 يحسبها 0.1.0. طيب ده بيحصل في لير كام؟ انا قلت بيحصل في اللي في الداتا لينك لير. هنا بيقول لك a user is unable to connect to the internet. عندك موظف او مستخدم كمبيوتر مش عارف يكونكت للانترنت، انا عايزك بيقول لك بقى انا عايزك ترابل شوت اند بيجينينج وذ ذا لوست لاير، يعني عايزك تعمل ترابل شوت بيجينينج وذ ذا لوست لاير اللي هو الفيزيكال، فولو ذا جايد اند دراج ذا كونتنتس اند ريليفنت. يعني هو بيقول لك هنا فيريفاي يو ار ال، فيريفاي نيك اوبريشن، فيريفاي اي بي كونفيجريشن، فيريفاي ايثر نت كيبل. لو انا عندي واحد مش عارف يخش على النت وانا عايز ابدا اترابل شوت بدءا من لاير واحد الكابلات، فاكيد اول حاجه هعمل ايه الفيريفاي كيبل كونكشن، هعمل سيلكت اند بليس verify cable connection step 1، وبعد كده هعمل verify neck operation ده في ليه، لان neck ده كارت الايه الشبكه اللي هو في الداتا لينك، وبعدين هعمل verify اي بي configuration، وبعدين هعمل verify يو ار ال ده اللي هو بقى في layer 7، ادوس اوكي وادوس next. match the items on the left with appropriate OSI layer on the right. تمام network layer في شوية ايتمز من هنا البيتس باكتس، الباكتس دي اكيد نتورك لاير، البي دي يو بتاعت نتورك لاير هعمل سيلكت ان بليس
الباكتس دي هنحطها هنا. اليو دي بي الاي بي ادرس برضو دي من ضمن الايتمز بتاعت النتورك لاير. راوتينج الراوتينج برضو النتورك لاير، لان انا لما اقول بيحدد افضل مسار عشان يوصل للديستنيشن نتورك ده اسمه راوتينج. طيب الترانسبورت يو دي بي ده في الترانسبورت، السيجمنت برضو في الترانسبورت. ايه تاني؟ الويندوينج برضو في الترانسبورت. تمام وهندوس اوكي وانا من نكست. بيقول لك انا عندي رسمه كده هوست ايه وده سيرفر. بيقول لك هوست ايه is communicating with the server. What will be the source MAC address of the frames received by host A؟ host A استلم داتا. بيقول لك الداتا اللي هيستلمها source MAC address يعني هتكون جايه من اي MAC address. ايه الماك address اللي هيكون موجود في السورس، في السورس ماك ادرس للداتا اللي جايه لهوست ايه؟ المفروض سيرفر لو عايز يطلع لهوست ايه هيبعت لهوست ايه، فهياخد الماك ادرس بتاعت ايه؟ الراوتر. فهيحط الماك ادرس بتاع السيرفر في السورس ماك والديستنيشن ماك في الراوتر. الراوتر ده هيستلم، هيشيل السورس ماك والديستنيشن ماك ويحط الديستنيشن ماك بتاع هوست ايه ويحط السورس ماك بتاع الراوتر اللي هو الاي 0 انترفيس اي 0. فهيكون الماك ادرس بتاع الانترفيس راوتر انترفيس اي 0. بيقول لك هنا refer to the exhibit what will router 1 do when it receives the data frame shown. طيب ده جدول الارب بتاع الراوتر. دلوقتي الراوتر بيقول لك ان هو عارف الماك ادرس بتاع الاي بي اللي هو 192.168.168 كلهم اولهم 192.168.168. لكن الراوتر بيقول لك عن طريق فاست ايثرنت 0 سلاش 0 و 0 سلاش 0 هنا الراوتر عارف الماك ادرس بتاع الاي بي اللي هو 20.5 و20.1. تمام طيب و هنا بقى في السؤال بيقول لك refer to the exhibit what will router 1 do when it receives the data frame shown. ده جدول ARP كاش. هنا الراوتر بيقول لك هو عارف بقى ايه مثلا الاي بي. هو يعني انت دلوقتي بص على الفريم الاول، الفريم جاي من سورس ماك ادرس اخره 92. ال 92 اللي هي اللي هو ده اهو المقابل الاي بي اللي هو 20.5 اللي هو ده سورس اي بي. الديستنيشن ماك اخره 45 اللي هو المقابل 20.1. فاذا انت عندك الجهاز ده طلع داتا رايحه للديفولت جيت واي بتاعته من 20.5 20.1 ده الديستنيشن ماك. اوكي الديستنيشن اي بي رايح على 40.5 فالمفروض راوتر واحد يعني راوتر واحد هيفرود على 40.1. اوكي يعني هو هيفرد دلوقتي على 40.1. ف يعني اللي هيحصل يعني الرسمه كالاتي، ان انت احنا مسحنا الكلام ده، ده بناء على المعلومات اللي جت في الجدول. يعني راوتر واحد متصل تمام، ادي سويتش وادي بي سي. البي سي ده 192.168 دوت 20 دوت 5 ده سلاش 24. الماك ادرس اخره كام؟ اللي هو الماك ادرس اللي هو الماك ادرس اللي هو اخره اف 892 اللي هو اخره اف 892. حلو الراوتر متصل بالناحية التانية برضو بسويتش وبي سي. الراوتر الاي بي بتاعه البي سي ده الاي بي بتاعه 192.168.40.5. 40.5 المفروض تبقى للجدول 40.5 فين؟ الماك ادرس بتاعه كام؟ 43.20 43.20. طيب الراوتر هنا الماك ادرس بتاعه الاي بي بتاعه كام؟ الاي بي بتاعه هنا 192.168.20.1 ده هنا ده هنا. والماك ادرس هنا اخره كام؟ 20.1. الماك ادرس بتاعه اخره كام؟ اخره اي اي 45. هنا اخره اي اي 45 والناحية التانية 192.168.40.1. الماك ادرس بتاعه كام هنا؟ 40.1.
40.1 اللي هو اخره 69 65 69 65. اوكي طيب ده كلام جميل. الراوتر وصل له فريم جايه من سورس، من سورس اي بي ده، من الجهاز ده، والسورس ماك ادرس اللي هو ده، تمام، ورايح او الديستنيشن اي بي اللي هو الجهاز ده. ولكن اكتشفت انا في الديستنيشن ماك الموجوده، الديستنيشن ماك اللي هي دي اللي هو اخرها اي اي 45، لو احنا بصينا كده اي اي 45، يعني الجهاز دلوقتي هيطلع الداتا على الراوتر. الراوتر هيعمل ايه بقى؟ الراوتر هيشيل السورس ماك والديستنيشن ماك ويحط سورس ماك جديده اللي هي سورس ماك جديده اللي هي اي اي 45، ويحط ديستنيشن ماك اللي هو 69، لا انا اسف، هيحط سورس ماك اللي هو 69 65، ويحط ديستنيشن ماك اللي هو ايه ال 43 20 عشان يبعت لي البي سي ده، تمام. فده اللي هيحصل. فلذلك راوتر 1 will strip off the source MAC address. لا هو مش هي strip off the source MAC address، مش هيشيله. لا لا لا، هو المفروض هيشيل ال MAC address. اوكي تمام، انا افتكرت يعني ايه، سرحان شويه، افتكرت source IP. بيقول لك strip off the source MAC address and replace it with the MAC address اللي اخرها 69 65. ايوه المفروض طبعا هو بيقول لي choose 3. طيب لان هو ايه، زي ما احنا قلنا، هو هيشيل السورس ماك ادرس ويحط مكانها الايه الماك ادرس ده، تمام. الديستنيشن ماك ادرس هيشيله ويحط المكان والماك ادرس اللي اخره ايه 43 20، تمام. ويل ستريب اوف ذا سورس اي بي ادرس، لا الاي بي ادرس مش هيحصل له ستريب اوف خالص، فمش هختاره. ويل ستريب اوف ذا ديستنيشن ماك ادرس اند ريبليس ات اللي اخره، هيشيل الماك ادرس بتاع الديستنيشن وهيحط مكانه 43 20. ايوه. و راوتر راوتر 1 will strip off the destination IP، لا مش هيشيل اي source IP ولا destination IP. will forward the data packet out of interface fastly transition slash 1. المفروض ال interface دي اللي هو ال port ده اللي هو كام؟ اللي هو 20 اللي هو 0 slash 0، ده port fastly transition slash 0، والناحية التانية fastly transition 0 slash 2 على ما اعتقد، يعني 0 ايوه سلاش 2. طيب المفروض كده الراوتر هيفرود الداتا اوت اوف كام؟ اوت اوف فاست ايثرنت 0 سلاش 2، يعني هتخش ان فاست ايثرنت 0 سلاش 0 وهتخش وهتخرج اوت اوف فاست ايثرنت 0 سلاش 2، تمام. ف ويل فورورد داتا اوت اوف انترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 1، لا هو هيفرودها اوت اوف انترفيس 0 سلاش 2. فدي الاجابات. ده نشوف كده شو انسر كده ايه، جاوبنا فعلا تمام. شو انسر نيكست. بيقول لك for what two purposes does the ethernet protocol use physical address to uniquely identify device at layer 2. ايوه to allow communication with devices on different network، لا to differentiate a layer 2 frame from a layer 3 packet. المفروض ذا داتا لينك لاير دي مش معانا، لان انت هتقول لي ازاي يا باشمهندس، هي مش الداتا لينك هي اللي بتحط السورس الفيزيكال، السورس فيزيكال ادرس والديستنيشن ادرس اللي هو الماك ادرس سورس والديستنيشن وبتحط الاف سي اس. قلت له هقول لك لكن هو كاتب لك تو اسيجمنت. المفروض ان الداتا لينك بتستقبل الباكت اللي نازله من الايه نتورك لاير، لان الداتا السيجمنت بتكون في الترانسبورت ثم تنزل للنتورك تبقى اسمها باكت، ثم تنزل الداتا لينك تبقى اسمها ايه، تبقى اسمها سيجما فريم. فهو بيقول لك تو ذا سيجمنت، لا المفروض to the packet، فدي غلط. packets are created when the network layer encapsulates a frame with the source destination host address and protocol related control information. لا لا، and packets are created when the network layer adds layer 3 address and control information to a segment. ايوه صح، يبقى هو ده الايه الاجابات اللي معايا، وكده يبقى ايه خلصنا ايه الامتحان. في الفيديو النهارده اتكلمنا عن introduction للnetwork addressing، الphysical address واللوجيكال address، الاي بي والماك، اتكلمنا عن network layer overview، اتكلمنا عن الداتا لينك والوظائف بتاعتها والتداخل ما بين النتورك والداتا لينك فيما يخص الاي بي والماك ادرس، اتكلمنا عن encapsulation والدي encapsulation بي ال اس اي موديل، اتكلمنا عن سيناريو في السيناريو بقى العملي بقى في الايه في توضيح الفروقات ما بين الاي بي والماك ادرس واستعراض وظائف الاو اس اي موديل او طبقات الاو اس اي موديل، وحلينا التشالنجنج تيست. انا اعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.